العملية السلمية. إعلان سياسي ولد ممهوراً بتوقيع مجموعة التوافق الوطني وكتلة المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية. الإعلان نص على حاكمية الوثيقة الدستورية بعد تعديلها على أن يكون النظام الأساسي للحكم لا مركزي، خطوة تحمل رسائل عديدة للداخل والخارج. إذا أقصيت واحد هذا يعني أنت داير تقصيه من الانتخابات. كلنا نصارع عشان دايرين نمشي للانتخابات، مش دايرين نحكم. ده ما زمن حكم، ده زمن مشاركة. فلذلك القوة السياسية والقوة الشبابية والناس اللي عندهم تطلعات في السودان اللي عنده رأي واحد يجب أن يشارك في الفترة الانتقالية برأيه. لجان المقاومة الموقعة على ميثاقها السياسي باسم سلطة الشعب رفضت الإعلان السياسي كونه لا يتسق مع جوهر ميثاق لجان المقاومة. رأينا واضح إنه أي ميثاق ما نبع من الشعب نفسه يبقى إنه هيكون فيه اختلالات. لابد من أي ميثاق يكون يقولوا الشعب السوداني رايهم اتجاه إنه كيف يحكم السودان. وده النقطة الأساسية اللي نحن انطلقنا منه كليان المقاومة وحسي حالياً ماضيين في نفس الطريق. بحسب البعض المبادرات السياسية لن تحدث أي اختراق إلا بإحداث أكبر قدر من التوافق. المبادرات السياسية المطروحة هي لن تستطيع أن تجد حل سياسي بنسبة 100%، ولكن أعتقد أن التحالفات الكبيرة يمكن أن تحدث ما نسميه اختراق في الواقع المأزوم الحالي، ولكن هذا لن يتأتى إلا بإحداث أكبر توافق في أكبر كتلة سياسية يمكن أن تشكل المشهد السياسي القادم. القارئ لسطور الأزمة السياسية في السودان بات متأكداً أنها وصلت مستوى من الانقسامات لم تصله من قبل. إعلانات سياسية ومواثيق ومبادرات ما استطاعت حتى الآن أن تجمع فرق السياسة في رؤية تمثل مخرجاً للأزمة وتأثيراتها. محمد عثمان، العربية، الخرطوم.